إذن صورة مع الأستاذ الهاشمي طبعا وهي إحدى الشخصيات القادمة وهنالك السر سنكشفه لكن ربما تكون من المرشحات الأقوياء لمنصب رئيس الجالية في الترشحات القادمة سحب نسائي قادم في الفترة القادمة. إذن الشخصية الثانية كان مستشارا قانونيا للجالية حاليا أخذته منها إنديانا بورز فاضل والسيدي بادي وستكرمه المسؤولة عن المالية مريم منتسالك. طبعا هنالك زحف كبير من إنديانا أخذت كثير من أبناء الجالية إلى أحضانها نتذكر أحمد جلال ذهب غيرهم ذهب لكن عموما هم في القالب ودائما لمساتهم موجودة. إذا الأستاذ فاضل والسيدي بادي على ذكره هو ابن رجل الأعمال الموريتاني الشهير الذي شاهدتموه مع الشيخ سيدي عبد الله في شهادتي على العصر سيدي بادي وهو أحد الناشطين في مجال التجارة. فاضل نريد كلمة جعيلة. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا، أراني شاهدكم كاملين بالحضر. عيد الاستقلال مبارك، الله يبارك فيكم إن شاء الله جميعا، وراجع عن هذا إن شاء الله الدور اللي كنا قائمين به كامل إن شاء الله نتواصل ويعود إن شاء الله عفوا في القريب العاجل إن شاء الله يجي مكتب ثاني ويحسن ويطور إن شاء الله من كامل اللي خلق. شكرا لكم جميعا، بارك الله. إذا نستدعي الملحق العسكري للسفارة الأستاذ محمد ول المقداد ليعطي تكريما لإحدى الشخصيات في الجالية. نستدعي الملحق العسكري الأستاذ محمد ول المقداد وسيكرم أحد أعضاء الأمناء العامون سرقته أيضا إنديانا أحمد جلاد. إذا نستدعي أحمد جلاد من أجل أن يحصل على التكريم من الملحق في السفارة الملحق العسكري طبعا الأستاذ محمد بن أحمد جلال تفضل. طبعا ستكون هنالك صورة تذكارية مع الملحق العسكري للسفارة في هذا التكريم. شكرا للملحق العسكري وللسلك الدبلوماسي المتواجد معنا في هذا الحفل وهما كل الانشغالات. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الملحق العسكري. أحمد جلال كلمة. السلام عليكم ورحمة الله، راني شارك المكتب على هذا التكريم وقائم بها بطول عيد الاستقلال 61 بارك الله عليكم ان شاء الله، وشاكر الجالية على الحضور والتابعة لحفلة عيد الاستقلال، وشاكر طاقم السفارة وحضور الثاني أربعين وسلم. Thank you. إذا نستدعي المستشار الأول للسفارة الأستاذ جدو طبعا عبد الرحمن والجدو سنستدعي ليكرم أمينة عامة لجالية واشنطن الكبرى معروفة بالنشاط وأيضا بالحيوية خدمت الجالية كبيرا. غنات من الشيخ التراث تتفضل من أجل أن تتلقى التكريم من قبل المستشار الأول الأستاذ جدو. طبعا غنات عرفتموها مع الجالية أيام كورونا، أيام التبرعات، أيام الشد والجذب في الانتخابات. ستكون هناك صورة تذكارية مع المستشار الأستاذ عبدو. إذا هذه الصورة التذكارية وسنأخذ كلمة من الأمين العام السابق الأستاذ غلاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. إذن طبعا نستدعي المستشار القانوني للجالية جمال من أجل أن يعطي تكريم لباه طبعا باه أحمد سالم مولاي أحد نجوم فريق الجالية. طبعا الشباب كلهم مع الكرة مع أحد لاعبي الجالية. إذن باه نستدعي أحمد سالم مولاي وسيكرمه الأستاذ جمال. طبعا هذا أحد نجوم الفريق وطبعا فريق الجالية تأهل
إلى النهائي ولا بأس بقوة في البطولة التي أُضِلت هنا في واشنطن. وكان أيضا موجود هنالك في إنديانا عندما قاتلنا على البطولة وسيكلمه أستاذ جمال. صورة تلكارية كرت 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 باطل جمع منطقة الجارية حق حق سمايل بار شباب دورنا كلمة البارو لا نقول شيء للاستفارة نقول السفيرة ما ناسينا في القناة توي الأحوال إذن شكرا بار نستدعي الآن إحدى السيدات أيضا الرائدات طبعا نساء الجارية هن رائدات وموجودين بشكل حيوي في كل الخدمات من حيث تربية الأبناء من حيث أيضا الرعاية للأسرة والإشراف على تربية موريتانية أصيلة نستدعي تينيني تراوري وهي أحد الشخصيات النسائية الرائدة تينيني تراوري سنستدعيها إلى المنصة سيدة عزيزة على الجالية كما الهاشمية عرفناها جميعا بدمادة الأخلاق وحسن المعشر وأيضا الخدمة الجليلة سنستدعي رئيس الأمناء عبد الرحمن عبدو ليستدعي طبعا ليكرم تينين تراوري وسنأخذ صورة وكلمة من تينين نذكر بأن النساء سيكون حاضرين في الانتخابات القادمة بمرشحة نسائية وقد يكتسحن الرجال وتكون هنالك رئيسة للجالية إذا تينيني تكريم مستحق لهذه السيدة المحترمة من الجالية تينيني كلمة صالح أهلا عبد الله نذهب إلى الشباب طبعا الشباب هم لديهم المنتخب نستدعي عبد الرحمن السفاعي وهو أحد الشباب النشيطين مع مكتب الجالية من حيث التنظيم ومن حيث كل الأمور سيكرمه الأستاذ أحمد سيدبات طبعا نستدعي أحمد سيدبات ليكرم عبد الرحمن السباعي وهو أحد الشباب من الجيل الرابع من أبناء الجالية هنا ويشهد له أيضا بدمادة الأخلاق والاحترام والمساهمة في رفع معنويات الجالية وخدمتها إذن سيكرمه الأستاذ أحمد بورسي دبات الذي نريد له أيضا كلمة بهذه المناسبة وهو أحد الشخصيات عراق حربنا الجيل الأول والجيل الجديد للشباب في هذه الجالية صورة تنم عن الأخلاق وعن أيضا التواضع إذن أستاذ أحمد السكبات نريد كلمة بهذه المناسبة هذا خلوة جيلة بسم الله الرحمن الرحيم خليكم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدوري المسرور بهذه المناسبة الطيبة هذه المناسبة الكريمة غالية علينا كاملة هي كانوا آبائنا وأجدادنا هم السبب فيها عدوين مدينة من الشباب خالد حضاري من الناحية بادية والحمد لله عندنا بلد اليوم جميع المقاولات بس المطالبين بعلمنا نطوره ونكبره ومطالبين أيضا إحنا هون إن نطور الوصف إحنا أول حيال لذكرى عيد الاستقلال هون كنا في السنوات الأولى كنا نعدله في صالون واحد بالسيف قاع إلى من إله والحمد لله اليوم عدنا قاعة ما الحمد لله في واشنطن من الناس الطيبة الحمد لله الشباب واللي فوق ذاك شوي وهذا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الموريتانيين الأولين جاوهم سهلوا الحمد لله الطريق للناس وعبوا الطريق
إلين كاملين كلهم الحمد لله استقر هون بدون انه يتعب وبدون انه يتكركر، ما قط حد بات في الخلق، ما قط حد بات في الشارع، ما قط حد الحمد لله يتخلق مشكله، ما اجبر خوته ومعاه وإلين واخذوا منها. هاك جمال. وهذا هو رسالتي على ان نواصلوا هذا المجهود، هذا جمالنا جايبينه من الخلق، والدين وباباتنا وجدودنا وهو طبيعتنا. نواصلوا الكرم هون ذكر رواية قط قالها المختار بذاته لحد من الناس اللي أولي جاوا لنواكشوط تعدال نواكشوط وناقلها أنا من فمه جبرت واحد نواكشوط فهم قط استدعى المختار بذاته يشارك في استثمار في نواكشوط وقدم ملف على أنه لا يعد الأوتر قال لك واحد ولين قدم ملف قال لهم على قال لهم الرئيس على انهم يحلوا لين يلد كبير لين جاء قال له على انه ناصحوا على انه لا يعطيه التراب يا غير ناصحوا على انه ما يعدل فيه اوتل لانه لا عدل اوتل ما هو لا هي يجبر حد ينزل في ذاك الاوتل وبالتالي لا هي يفشل مشروعه وعلى ان المعاصي تقصع ما هي ياخذ ما اوتل واحد وما تعدل في الدوله وبالتالي ولا عدد الاوتيل لا يفشل. احنا هون من النزال الحمد لله في ذيك المرحله اسسنا الحمد لله هون الناس فتحت بيوتها وفتحت صدورها ووقفت مع اخوتها وهذه المرحله فتناها خذناها. بارك ندور مرحله ثانيه اخرى ندور مرحله قرايه التركه ندور مرحله توفير الشغل ندور مرحله تعدال دعم المبادرات الشخصية وأساسا هون نطالب من هذه القاعة بدل نديروها في الانتخاب أعلن أن ندعم بوتيك العليات من هذه المناسبة دوركم تدعموا بوتيك العليات نعد من لايحة هون عند الباب وأنا لا نقعدها عند الباب وكلها يدير مشاركته ولا نأمنوا في العليات يعدوا لنا بوتيك نافع شيء يقعد يعود يستوردوا من الخارج يعود يجبروا شيء يرجع لهم منه شيء ما يعود الا شم البضاعه قليل دور بوتيك يعود على المستوى في على الاقل 200 الف دولار هذا هو اللي كنا روايات المياه تم يعدلوا من الرجال هذه المرحله اعلنا رقاش يعدل شوي والله يستقبل حد والله يوفر شغله تعديناها ذيك وفات مات لا حد درك لا يجبر حد يكثر عليه والله يثقل عليه والله يقول له لحقني الدين فيه والله يقول له لحقني عدلني عاوني ذيك المرحله تعدينا احنا ندورو شيء يعود عنده دخل على 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 الجاليه باش جاليتنا تستقل كيما استقلت بلادنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهذا الدور الان يرجع لها الشباب اللي منهم الحمد لله هو المعول عليهم. احنا هاو الثانيين كاملين لان من الترت والله اللي قاموا طريق ترت ترت ودعت منه. نرحب بالحضور نرحب بخالد يورو الذي اتى لتوه. طبعا نذكر بانه العشاء موجود ويمكن لكل الحضور ان يذهبوا لانه بوفيه مفتوح. نستدعي الان احد الشخصيات المهمه في مكتب الجاليه السابق وحيوي وموجود وكان مدربا لفريق الجاليه وهو حكم ايضا دائما في المباريات بوبكر والابراهيم المهندس بوبكر والابراهيم وسيتم تكريمه من قبل الاستاذ يسلم احد الامناء العامين الكبار ونريد ايضا صوره. اذا بوبكر والابراهيم وهو من الجيل الثالث ما نخبرنا من الجيل الثالث للجاليه الموريتانيه في واشنطن. اذا صوره يتعرض دائما للضغط العصبي نتيجه لانه اربت في ماتشات. كلمه استاذ بكر. السلام عليكم ورحمه الله. اراني نسلم عليكم كاملين. ولانا اختار نفتلكم بيني وان شاء الله عادكم احمل سيدي الاخوان. ايش نفتلكم؟ وتو في غير نحن الليله هون جابر لي كان انا سيلبريت وما نحتفل بعيد الاستقلال. طبعا شاكركم كاملين وشاكر الاصدقاء وهذا بالنسبه لي شيء عادي. التطوع شيء رابع عليه زين عند البخر ولا انت ان شاء الله ولا نتطوع
نطوع جاليتي نطوع لخوتي ونطوع ليلي ونطوع الوطني. من هون من هذا المنبر راني موجه نداء بحضور طاقم السفارة الكريم ممثل في الملحق العسكري لابن بغداد والمستشار الأول. يكان الرسالة توصل الجالية الموريتانية في واشنطن فيها ما شاء الله ياسر من الشباب اللي قد يعاون الوطن قد يعاونوا ماو قد يعاونوا في كل شيء في كل المجالات قد يعاون الوطن. معناها زاد على أن من المنبر طالبين على علاك اللي عدلوا المكاتب مشاو طلبوا به ازدواج الجنسية ازدواج ميت الجنسية نختاروا ينزاد عذاب نختاروا الناس تقد تولج للبرلمان وتعود وزراء وتعود فوق الوزراء به اللي هون جالية تخدم الوطن ب ب ب بترانسفير اللي عدلوا للفضة كل هون فرد هون في الجالية عنده تقريبا 20 شخص والله عائلة تتكون من 10 أشخاص مسير عليها. معناها على الأقل هذه الأمور نختاروها توصل للجهات المعنية ذيك من الجهة السياسية ومن الجهة الأخرى الاقتصادية اللي نحن نعانوا منها هون نختارهم يساعدونا ذنهم يقلوا عنا ضرائب ذي اللي يتعلق في مواد كاملة اللي مشوا شو موريتاني من السيارات للكمبيوترات للأمور اللي تخدم الوطن. جزاكم الله خير ارحم بكم السلام. طبعا نذكر فريق التنظيم بأنه يجب أن يتم تقديم وجبة العشاء للسلك الدبلوماسي الموجود معنا. إذا نستدعي أحمد سالم بن الخوماني فريق الجالية. أحمد مولود بن الخوماني طبعا تصفيق من الشباب. أخاف أن تكون المنافسة على رئاسة الجالية بين الشباب والنساء فقط. ستكون كذلك. سيقوم بتكريمه كابتن فريق الرياضة والمشرف على المسؤول الرياضي محمد ولسالم. محمد ولسالم وهو قادم لتوه من الواتشوت. نبارك له بمناسبة الزفاف ودخول القفص الذهبي. سيتم تكريمه سيكرم أحمد مولود بن الخوماني صورة تذكارية. كلمة من الخوماني تفضل. خمسة أنا شاكر مكتب الجالية شاكر السيد الرئيس محمد بن زين شاكر أعضاء المكتب كاملين شاكر الأمناء كاملين شاكر أمور الجالية جزاهم الله خيرا جميعا أشكرهم. سكيبيك مهاجم فريق الجالية سيد أحمد دحان مصحوبا بزوجته من الشقيقة إثيوبيا وسيقوم بتكريمه طبعا الأمين العام حمدي والعبد المولى. إذا نستدعي حمدي والعبد المولى الذي سيكرم مهاجم فريق الجالية سيد أحمد والدحان. هو قال له تجربة طويلة مع أسبانيا القطرية حيث كان التكوين الرياضي سنشاهد الصورة بعد العناق. إذا الصورة مع مهاجم فريق الجالية سيد أحمد دحان. سنأخذ كلمة من سيد أحمد دحان. شكرا لحمدي والعبد المولى. جعلر. السلام عليكم ورحمة الله. وشاكر رئيس محمد الزين شاكر السلك الجان السبارة كاملة ونختار نشكر الشباب كاملة اللي واعي رأي قاعد منهم هاي لكم شو I wanna a little I know my English is bad I wanna say thank you for my family from Somalia thank you I am Samir and my son Simu thank you everybody and see you later Tough.
كرت الورا. السلام عليكم. أنا قلت فيها عندنا تكريم خاص. الصوت الجالية الصوت المتميز صوت الحق كبير الداعي يعقوب. لا يكرم من طرف وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم قدم. تصدر هذا؟ لا تبسم. لا هربت كلمة طبعا شكر موصول لمكتب الجالية لهذا التكريم. طبعا نحن جنود في خدمة الوطن وفي خدمة الجالية. أذكر بأنه وجبة العشاء موجودة ويمكن المرور عبر الطريق إليها لتناول الوجبة وجبة العشاء. إذن نستدعي فريق الجالية مع بيرلو كابتن فريق الجالية. سيتم تكريم فريق جالية واشنطن الذي وصل إلى نهائي دوري الجاليات من قبل العاشق لإيطاليا سيد محمد ولي الحسن. بيرلو بيرلو في صورة مع عاشق إيطاليا سيد محمد ولي الحسن في هذا التكريم. بيرلو مكتب الجالية سيكون بين النساء والشباب القادم بقوة في الفترة القادمة. أبرز الأسماء المرشحة مكتب الجالية هي سيدة الهاشمية كما علمنا من مصادرنا. إذن نستدعي سيدة أخرى وهي أنا لي من الجالية. طبعا أنا لي سيكرمها رئيس الجالية محمد ولي الزين. أنا لي أهلا وسهلا بأنا لي طبعا إحدى بنات الجالية تطوع النساء. سيكون هنالك منافسة قوية على مكتب الجالية الذي سيعاد انتخابه في الأيام القادمة. إذا أنا لي أنا أعطينا كلمة. Thank you everyone, I really appreciate it. Thank you President Mauritanian Committee. نستدعي الرئيس السابق للجالية الأستاذ عبدو كولي ليقوم بتكريم يسلمه للخرشي. إذا الرئيس السابق للجالية عبدو كولي. طبعا أيضا الجالية تعرف عبدو كولي وكان له أيادي بيضاء على الجالية وقدم خدمات عديدة. أحد الرعيل من أبناء الجيل الثاني للجالية. إذا عبدو كولي سيكرم يسلمه للخرشي الرئيس السابق للجالية. لمسو سبون سلمو تفضل. السلام عليكم. هذه شاكر المكتب شاكر الجمهور شاكر السفارة شاكركم كاملين كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله وصحة وعافية. غابت بعض الأسماء التي تكرمها حاضر عمر ولي العباس الصحفي المعروف كذلك الصحفي المعروف نتمنى له الشفاء أنفار سيدي جاش. أيضا إبراهيم السالم الشيخ بابل وهو أحد أبناء الجالية غاب وموجود في الواكشوط. إذا نتمنى لكم عشاء سعيد وجميل ونواصل مع الموسيقى. إذا نستدعي الأستاذ باهو الحريطاني وهو أحد أبناء الجالية الكبار وأحد الوجهاء وسيقوم بتكريم كل من إبراهيم السالم بابي. الصورة ستكون موجودة على اسم بابي. سيكرم الأستاذ باهو الحريطاني أيضا عنفار سيدي جاش غائب نتيجة لوعكة صحية أو مشاغل أخرى. إذا عمر بن العباس
طارق الحيطان يعطينا كلمة. اسم الوجهة. اسم شاكر فلان ما تكلم اسم الوجهة. شاكر الجالية. شاكر أبو كام. السلام عليكم. شكرا. إذا مرة أخرى نقول الجميع بأن يذهب ليتناول العشاء على وقع موسيقى زمنية موريتانية، بعدها سنعود إلى القناع وبعض القصائد. إذا الموسيقى وتذهب إلى العشاء.